فيه، لأنه لو قنع بمنزل حجب بهذا المنزل عن مقصده الأصلي. فتصور أنت مثلا مسافر بلد معين ونزلت ترانزيت بلد معين، فأنت عجبك السوق اللي في الترانزيت ده، قعدت بقى في هذه المكان اللي هو الاستراحة وما سافرتش، والطيارة قامت، توصل مقصدك؟ يبقى إيه؟ يبقى المنازل قواطع، المنازل قواطع. عشان كده بيقول له يعني اجتهد أن تكون كل ليلة ضيف مسجد، يعني هروبا هروبا من الشهرة، لأن الشهرة تؤدي إلى الانقطاع والانشغال بالناس. ثم بعد ذلك واجتهد أن تكون في دوام الترقي، فلا تكون راك إلى منزل دون منزل فتموت أنت بين منزلين. يعني المنازل إيه؟ الترقي. ويحكى عن الحصري أنه كان يقول جلسة خير، جلسة خير من ألف حجة، أو جلسة خير من ألف حجة، وإنما أراد جلسة تجمع الهم على نعت الشهود، ولعمري إنها أتم من ألف حجة على وصف الغيب عنه. يعني جلسة مع عدم الغفلة، جلسة مع الله سبحانه وتعالى في موضع القرب وموضع المعرفة وموضع رؤية الحكمة وموضع إدراك القدرة وموضع رؤية صفات الله فاعلة، كل هذه الجلسات أولى من ألف حجة وأنت غائب عن شهود ذلك، وتتزاحم بجسدك مع الأجساد المتزاحمة ثم تعود، وليس لك من حجك إلا إرهاق البدن دون الترقي في منازل القرب. ولعمري إنها أتم، يعني هذه الجلسة أتم من ألف حجة، وأتم هنا بمعنى يعني أفضل، أكثر قربا، أكثر ثمرة، على وصف الغيبة عنه. سمعت محمد بن أحمد الصوفي رحمه الله يقول سمعت علي بن عبد الله التميمي يقول حكي عن محمد بن إسماعيل الفرغاني أنه قال كنا نسافر مقدار 20 سنة، أنا وأبو بكر الزقاق والكتاني، لا نختلط بأحد. كان سفرهم إلى غير وجهة، كان سفر الصوفية إلى غير وجهة، فرارا من المكان إلى الله، فعلشان كده كانوا إلى غير وجهة. فتلاقي في سفرهم ما يترخصوش، كثير منهم كان لا يترخص في السفر لأنه مسافر إلى غير وجهة، هو كل مقصده فرارا من المكان حتى لا يركن إلى المكان ولا يركن إلى أهل المكان، فيبقى باستمرار خارج عن عادات نفسه ومألوفات نفسه، فهو من باب التهذيب. فبيقول إن في بداياتهم كانوا قعدوا 20 سنة في سفر مع أبو بكر الزقاق والكتاني، والقائل هنا هو أحمد اللي هو محمد بن إسماعيل الفرغاني. ظل 20 سنة يسافر هو وأبو بكر الزقاق والكتاني، لا نختلط بأحد ولا نعاشر أحد، يعني حتى ما يدخلوا مسجد ما فيش واحد فيهم يقوم يقول كلمة عشان ما يشتهرش، يقوموا تاني يوم يقدموه للإمام، وثالث يوم يعملوا له درس، ورابع يوم الناس تقبل عليه، ومش عايزين كده. حتى كانوا لا يتقدموا للإمام حتى لا يشتهروا ان هم مثلا قراء قراءته جميلة او شيء من هذا، كانوا يبقوا عايزين يبقوا ايه مخفيين حتى لا ينقطعوا بأي تشويش عن مراعاة آداب الأوقات مع الله عز وجل. لا نختلط بأحد ولا نعاشر أحدا، فإذا قدمنا بلدا فإن كان فيه شيخ سلمنا عليه، لما يروحوا بلد ويعرفوا إنه فيه شيخ صالح أو والي حتى ولو كان ميت يروح يزوروه وبس، وبعدين بعد كده يتركوا هذا البلد إلى بلد آخر. فإذا قدمنا بلدا فإن كان فيه شيخ سلمنا عليه وجالسناه إلى الليل، ثم نرجع إلى مسجد، أي مسجد، فيصلي الكتاني من أول الليل إلى آخره ويختم القرآن، يعني يختم القرآن في ليلة، ويجلس الزقاق مستقبل القبلة، والزقاق يأخذ القبلة ويتوجه إليها يقعد يذكر لحد إيه الفجر، يبقى واحد بيصلي والتاني قاعد يذكر لحد الفجر. وكنت أستلقي متفكرا، والتاني ينام كده على ظهره يقعد يتفكر إيه في مصنوعات الله، في خلق الله، في فعل الله في خلقه،
يبقى في عبادة تفكر، والتاني عبادة ذكر، والتالت عبادة تلاوة وصلاة، كل واحد يختار له العبادة اللي تناسبه. ثم نصبح ونصلي صلاة الفجر على وضوء العتمة، ويصلوا الفجر على وضوء العشاء، دليل ان هم لا تأخذهم ايه، لا يناموا لحظة، يبقى ما كانوش بيسافروا سفر يرهق الاجساد، كان سفر مريح لان هم الى غير وجه، فمش مستعجل، بيسافر براحته، المهم يبقى جسده مستريح، يوم يستطيع ان هو يعني يقيم الليل، ويستطيع انه احيانا كمان يصوم وهو مسافر، ويواظبوا على الصلوات تامة لأنهم لا يترخصون، وكل هذا كانوا يفعلونه. بيقول فإذا وقع معنا إنسان ينام، فلو لقوا واحد معاهم نايم في الجامع، ده بيصلي والتاني ذاكر والتالت متفكر، وواحد نايم يقول لك واحد ما نعرفوش، فإذا وقع معنا إنسان ينام كنا نراه أفضلنا، يبقى كان عندهم تواضع، مش يا أرض تهدم عليكي قد أنا قمت، أنا طول الليل متفكر وأنا طول الليل ذاكر وأنا طول الليل مصلي، ويبقى اللي نايم ده يدعي، لا، ده كان يرى النائم هو أفضلهم، يبقى كانوا لا يروا لنفسهم فعل، بل يروا توفيق الله فيهم، فتوفيق الله فيهم ده في حد ذاته يحتاج إلى زيادة شكر، فإذا كان النائم ده نائم وهم اكثر توفيقا، يبقى مطلوب منهم اكثر شكرا منهم، يبقى النائم ده افضلهم لانه المطلوب منه اقل، المطلوب من النائم ده اقل لانه غير مكلف، وهم الان فضلهم الله بتوفيقه فصاروا مكلفين بشكر هذا التوفيق. فهمت بقى وجهة النظر؟ لانهم لا يروا نفسهم عاملين الا بفضل الله وبتوفيق الله. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت عبد الله بن علي يقول، سمعت عيسى القصار يقول، سئل رويم عن أدب السفر فقال ألا يجاوز همه قدمه، وحيثما وقف قلبه يكون منزله، يبقى بيكلمه على السفر إلى الله، وفي نفس الوقت السفر الحسي، لأن السفر الحسي عند الصوفية إلى غير مقصد، فكأنه هو حتى في سفره الحسي هو مسافر إلى الله، هو يقطع الحس في الظاهر ويقطع المعنى في الباطن، يقطع الحس في الظاهر خروجا عن مألوف المكان، ويريد الخروج عن مألوف ايه؟ النفس. فبيقول له أدب السفر ألا يجاوز همه قدمه، يعني ايه؟ يمنعه من طول الأمل. يعني يبقى همته هي وقته. ما يفكرش بكرة هيعمل ايه، بعد لحظة هيعمل ايه. اسمها عبادة الوقت، يبقى يهتم بحاله الآن. مش يقول طب اما اخلص دي ابقى اعمل كذا، يسوس العبادات، تسويس العبادات سببه الاساسي هو طول الامل، فبيقول له الا يجاوز همه اي همته قدمه، يعني يبقى ايه تسميها انت عبادة الوقت، وحيثما وقف قلبه يكون منزله، ولما قلبه يعني هو بيتحرك حسب قلبه، يعني منزله منزلته عند الله حيث وقف قلبه، فإذا وقف قلبه إليها ركن إليها، فتكون إما حجاب أو تكون زيادة تمكين، فإن كانت زيادة تمكين عليه أن يخرج منها إلى غيرها، وإن كانت حجاب عليه أن يخرج أيضا منها إلى غيرها. فهدف الصوفي مش الكرامة، ولا هدف الصوفي هو الترقي، هدف الصوفي هو الوصول إلى الله، لا هو عبد الترقي ولا هو عبد المقام ولا عبد الكرامة. وللأسف اما بيعملوا برامج في التلفزيون يجيبوا واحد من الصوفية بيكلم واحد من الوهابية قدام الملأ، يبتدي الوهابي يزنق الصوفي في الكرامات واهل الخطوة مش اهل الخطوة، وهي الصوفية مش كده، بل بالعكس الكرامة عند الصوفي مش هي المقصد خالص، وتأتي عفوا وليست هي مقصده، ده مقصده هو الوصول الى الله، مقصده هي زيادة المعرفة الى الله، بدل ما يعرف ربنا بالدليل يعرف ربنا بربنا، هو عايز يتقي في المعرفة، ده هدفه. تيجي له كرامة ما تجيلوش كرامة، دي مسألة دي بتاعت ربنا، لا دي حاجة بتبقى وهبية وليست كسبية، فعلمته مش هي الكرامة ولا مقصده هو الكرامة، فالصوفية مش هي الكرامة أبدا، اللي يحدد لك الصوفية مش هي الكرامات يبقى يروح للحاوي ويتفرج على بتوع السيرك أحسن، واخد ما عندهم برضه بيعملوا شوية ألعاب كده غريبة، ويجيب لك الصندوق فاضي ويطلع ايده يجيب منه حمامه، ويجيب صندوق ثاني يطلع منه تعبان، وصندوق رابع يطلع منه فلوس، طب ما الحكايه بقت سهله ايه؟ الصوفي يا جماعه مش حاوي،
الصوفي ده راجل يريد ان ينتقل من الدليل الى المدلول، يريد ان ينتقل من علم اليقين الى عين اليقين وحق اليقين بالتحقق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الاكمل، ويكون كل ذلك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد اسمه صوفي بيفكر انه يوصل الى الله الا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقانون الصوفية قائم على الكتاب والسنة اساسا، دي الحقيقة. ومن ادعى غير ذلك يبقى مش صوفي، يبقى دخيل زي اي طائفة دخل فيها دخلاء. وحكي عن مالك بن دينار انه قال: اوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام: اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد، ثم سح في الارض فاطلب الاثار والعبر حتى تنخرط النعلان وتنكسر العصا. يبقى الهدف من السفر: قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف بدأ الخلق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى امرنا اننا نسير في الارض ونسيح في الارض، وقال السائحين والسائحات. يبقى السياحة في الارض مطلوبة للعبرة ولا لتفحص الاكوان حتى تنطبع صور الاكوان، ولكن لتفحص عبرة الله في الاكوان وفعل الله في الاكوان، حتى لا ينطبع في مرآة قلبك إلا فعل الله ولا ينطبع آثار الفعل، بل ينطبع فعل الله نفسه وهو إيه؟ وهي العظة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذه العبرة. وقيل كان أبو عبد الله المغربي يسافر أبدا ومعه أصحابه، يعني دائم السفر والترحال والانتقال، وكان يكون محرما، فإذا تحلل من إحرامه أحرم ثانيا. يعني كان باستمرار يسافر، يعني ينتقل من بلده إلى مكة ويحرم، وأول ما يرجع ثاني يرجع ثاني ينتقل ويحرم، وهكذا كان دائم الترحال والسفر، وسفر للعبادة. ولم يتسخ له ثوب ولا طال له ظفر ولا شعر، يعني كان يراعي آداب الإسلام في سفره، فكان يحافظ على سنة النبي الظاهرة، فكان يقصر شعره ويقطع ويقصر أظفاره وهي السنن الظاهرة، ويحافظ على الثوب الحسن والثوب النظيف. فالصوفية ليس فيها ثوب متسخ ولا شعر طويل أشعث أغبر ثم يقول هذه هي الصوفية، بل الصوفية هي مراعاة الجمال الظاهري مع مراعاة الجمال الباطني. وكان يمشي معه أصحابه بالليل وراءه، وكان بالليل لما يمشي يخلي أصحابه وراه، فكان إذا حدا أحدهم عن الطريق يقول: يمينك يا فلان، يسارك يا فلان، وهو مديهم ظهره. يبقى هو بالليل بيمشي قدامهم عشان يبقى دليل ليهم، وعلشان يتحسس الطريق فإن كان هناك أذى يتحمله هو عنهم. يبقى الشيخ له واجبات في السفر مع تلامذته، إن هم يكفيهم مؤنة السفر، يكفيهم جهة السفر، وبعدين يتحسس مخاطر الطريق قبلهم في الليل. انما في النهار لا، في النهار مش مشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا حمي الوطيس يكون اقرب الناس الى العدو صلى الله عليه وسلم، حتى يتلقى الاذى هو صلى الله عليه وسلم. فاذا هدأت حرب المعركة كان الصحابة يتقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الغنائم وغير ذلك. وكان يمشي معه أصحابه بالليل وراءه، فكان إذا حدا أحدهم عن الطريق يقول: يمينك يا فلان، يسارك يا فلان. يبقى دي من باب الكرامة، يعني ربنا بيجعله يرى من خلفه وراثة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيتا لأصحابه حتى يتبعوه ويروا فيه خصوصية، يوم يظلوا على اتباعه والتأدب بآدابه. وكان لا يمد يده إلى ما وصلت إليه يد الآدميين، يعني ما كانش يأكل أكل الناس الآدميين في طول سفره ده، كان يأكل من ورق الشجر كده أي حاجة في الطريق يأكلها. وكان طعامه أصل شيء من النبات يؤخذ فيقلع لأهله. وقيل: كل صاحب تقول له قم فيقول إلى أين، فليس بصاحب. صاحبك اللي هو يمشي معاك من غير ما يسألك أنت رايح فين، دايرة كده، لما أول ما تقول للواحد تعالى معايا يقول لك فين، اعرف ده مش صاحب، ده ما ينفعش معاك في السفر، لأن سفر الصوفية لغير مقصد. هيقولوا الى عين، ازاي الى عين، احنا مكسبنا الله، انت تايه لسه مش عارف احنا مسافرين لفين، يبقى ده صاحب تايه
اللي يقول الى اين ده يبقى تايه لسه مش عارف مسافرين فيه. احنا مسافرين الى الله، فاول ما يقول له الى اين يعرف انه مش ده لسه مش عارف مقصده ولا عارف وجهته. فده ما تصاحبوش في السفر، هيقطعك ويعطلك، وكل شويه في الطريق يقول لك انا نفسي اكل كذا ونفسي اشتري حاجه للعيال وعايز اجيب مش عارف، هيضيع وقتك. فيبقى ده ابعد عنه حينه هيقطعك. وفي معناه انشدوا اذا استنجدوا لم يسالوا من دعاهم لاية حرب ام لاي مكان. يعني لما تطلب النجد منهم لم يسالوا من دعاهم لاية حرب، اما تقول له مثلا الحقني انجدني، حاجه غريبه، مع ان الواحد لما يقول لحد انجدني واخد بالك ما حدش يقول عليه ده مشرك، لكن اول ما يقول اغثني يا رسول يقول عليه مشرك. بقى سائر الخلق تنجد وسيد الخلق ما ينجدش، حاجه غريبه. يعني اغثني يا رسول الله يعني تبرا شرك، واغثني يا اسعاف القاهره اللي هي ما بتجيش اصلا ما يقولوش عليها شرك، حاجه غريبه الشرك. كل حكايه يقول لك اصل اسعاف القاهره السواح حي بيسوق وعنده كلاكس، انما اسعافنا سيدنا رسول الله ده مات، ده الرسول صلى الله عليه وسلم احيا من الاحياء، للي يفهم احيا من الاحياء، ولكن الله سبحانه وتعالى ابطنه في اكوانه كما كان صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره لاختيار النبي ذلك وتيسيرا على امتي حتى يكون مع امتي في كل مكان. لكن لو كان محبوسا في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم لكان يبقى في المدينة بس، لكن النبي اختار الرفيق الاعلى حتى يكون مع امتي في كل مكان. كل واحد بيصلي في اي حته يقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله، بيخاطبه وهو في برزخه. صار الاكوان بالنسبه للنبي ككفك بالنسبه لك، كل الاكوان بالنسبه للنبي ككفك انت الان. فاي واحد يستنجد بالنبي في اي حته في اي مكان النبي شايفه، وهينجره بربه لان ربه يسارع الى مرضاته صلى الله عليه وسلم، لانه رسول خلقه رحمة للعالمين فجعله سبب للرحمة. لكن مش فاهمين، انجدني يا دكتور ويجي الدكتور يديله دواء غلط يموته، لا مش شرك. لكن لما يقول انجدني يا رسول الله يبقى شرك، اللي هيديله الحياة اذا دعاكم لما يحييكم. يلا معلش. إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أم لأي مكان. يعني من باب الشهامة والنجدة، أما تلاقي حد، أنت الوقت لما الطفل يقول لأبوه الحقني يابا، يجي أبوه يقول له الحقك منين؟ أول ما يجي يروح واخده على طول شايله في حضنه، ما يسألوش، وبعد ما يشيله يطمئن عليه يبتدي يتفاهم بقى. لكن الأول ينجده، مش كده برضه؟ ولا هيبقى الواد في الحريقة وفي النار يقول له ايه اللي وقفك هنا؟ ايه اللي دخلك وسط النار؟ ليه ايه اللي خلاك تلعب في الكبريت؟ طب ما على ما يبتدي يتناقش معاك يكون اتحرق. مش كده برضه؟ اتحرق في نار الشهوه وفي نار الغفله وفي نار المعصيه. وعلشان كده هو بينجده. هو شايفه في نار اخرى انت مش شايفها. فهمت؟ وحكي عن ابي علي الرباطي قال: صحبت عبد الله المروزي. وكان يدخل البادية قبل أن أصحبه بلا زاد ولا راحلة. يعني عبد الله المروزي كان من أهل التجريد، أهل التجريد دي لهم آداب في السفر غير أهل الأسباب، أهل الأسباب ياخد معاه أكله وزاده وزواده ومسافر، لكن أهل التجريد تعاملهم مع الله مختلف. لما يجي يسافر ما ياخدش حاجة، يدخل الصحراء كده وخلاص وهو على الله. ربك بقى يأكله يجوعه يهلكه، هو ما تفرقش معاه، هو مع الله وخلاص. دول اهل التجريد. اهل الاسباب لو مشيوا كده ربنا يعاقبهم لان مش ده مقامه. يبقى دول بيتحركوا ايه على حسب مقامهم، كل واحد له مقام مع الله والشرع الشريف في ده وفي ده. يعني في من الصحابه من يفعل كان يفعل ذلك، وفي من الصحابه من كان اذا سافر ياخذ معه زاده وزواده. ففي من الصحابه اهل تجريد وفي من الصحابه اهل اسباب. فده كان من اهل التجريد عبد الله المروزي. وكان يدخل البادية قبل أن يصحبه أبي علي الرباطي بلا زاد ولا راحل. فلما علي الرباطي جاء صاحبه قال لي: أيما أحب إليك، أن تكون أنت الأمير أم أنا؟ التاني شيخ كبير، علي الرباطي ده لسه سنه أصغر منه،
فلما حب يصحابه قال له الوقت لازم نأمر واحد فينا، انت تحب مين الامير فينا، انا ولا انت؟ طبعا انت هتختار مين؟ الكبير. قال له انت طبعا، انت الامير. فقلت لا بل انت. فقال وعليك الطاعة؟ فقلت نعم. فاخذ مخلاة ووضع فيها زادا، لان التاني من اهل الاسباب، التاني من اهل الاسباب، فراعى حاله. فلما عرب هو الامير هو مسؤول عنه، فيقوم ابتدى يتعامل معه على مقامه هو، فخد له بقى ايه الزاد بتاعه في المخلاة وشاله له هو وحملها على ظهره. فاذا قلت اعطني حتى احملها، التاني يقول له طب اديني اشيلها، ده الزاد هو اصلا ما بيزرعش بزاد، ده هو شايله عشان انا. فالتاني بقى يقول له طب اديني انا اشيلها، انا الاصغر اقوى حملا وانت الامير، الامير المفروض يعني يتخدم. قال الامير انا وعليك الطاعة. كل ما يقول له اديني اشيلها يقول له انا الامير وانت تسمع كلامي، انا اللي هشيلها، مش هو اللي اختار. يبقى ادبهم في السفر خدمة الاخوان وخدمة الصغار كخدمة الكبار عنده، يبقى هم في خدمة الناس، دي ادبهم في السفر، ما يتخدمش ويحب يخدم، هي دي ايه ادبهم في السفر. قال فاخذنا المطر ليلة، ففي ليلة من الليالي في السفر الدنيا مطرت مطر شديد، فوقف الى الصباح على رأسي وعليه كساء يمنع عني مطر، جاب كساء كده زي شمسية ونيمه وقال له انت كده، وفضل هو واقف ماسكها له. فكنت اقول في نفسي يا ليتني مت ولم اقلع وانت الامير. كل ما يقول له يقول له انا الامير عليك الطاعة، نام ويغطيه والمطر ينزل عليه، لدرجة بيقول لك كان يتمنى انه يموت وما يقولوش انت الامير عشان يعرف يخلص من الازمة دي. ثم قال لي اذا صحبت انسانا فاصحبه كما رأيتني صحبتك، يعني بكمال الشفقة وكمال الخدمة. هكذا النبي كان مع امته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اقرا سيرته كلها من اولها لاخرها تجد الحاجات اللي انت بتتعجبها دي النبي شالها عنا صلى الله عليه واله وسلم، مش شالها عن واحد، ده شالها عن واحد، النبي شالها عن الامه بحالها صلى الله عليه وسلم. وفي حادثه اذكرها ذكروها في كتب الصحاح، في ليله شديده الظلمه في المدينه المنوره، يعني ما كانش فيها قمر، سمعوا صوت مرعب، صوت زي انفجار كده في المدينه، فكل اهل المدينه خرجوا يستطلعوا الامر، فوجدوا الرسول راجع، كان هو خرج قبله، راجع قال لهم ايه لا باس عليكم، لا باس عليكم، يبقى هو خرج قبلهم يستطلع، وخرج لوحده ما صحش معاه حد وقال لهم تعالوا نشوف ايه الصوت ده، لا ده هو خرج لوحده يتلقى الخطر لوحده عن كل اهل المدينه صلى الله عليه وسلم. فوجدوه عائدا على فرس، كان الفرس ده اصلا لا يركب لانه كان عنده عيب يسموه فرس ايه يعني به قطوف، فرس به قطوف يعني ايه يعني لما يجي يمشي رجليه تلف على بعضها كده يقوم يتكعبل ويقع، فرس خيبان كده زي ما تقول عنده شلل اطفال ولا حاجه. فكان ربطه صاحبه على الباب بره لانه ما بيركبوش، فالرسول لما خرج بالليل وسمع الصوت لقى الفرس ده فراح ركبه صلى الله عليه وسلم، فربنا ايه شفى الفرس ببركة ايه ركوب النبي. فانطلق بيك الريح الفرس تجاه الصوت ثم عاد وقال لا بأس عليكم. وبعدين قالوا له كيف ركبت هذا، وركب الفرس بغير ايه بغير سرج من غير حاجة يعني مباشرة عليه للعجلة صلى الله عليه وسلم، مش استنى لما توضبوا لي الفرس وضبوا لي الركوبة عشان نروح نشوف الصوت ده في ايه، ما يعملش الحاجات دي، مش كده برضو صلى الله عليه وسلم. يعني النبي كان يتلقى الاخطار عن امته، ده في حال حياته وفي بعد وفاته كذلك صلى الله عليه وسلم ما زال يتلقى كل شيء، ويوم القيامه هو الذي يتلقى خطر مواجهه الله عز وجل، والذي يعني خاف منه جميع الانبياء، كل الانبياء قولوا لثم لها فان الله غضب غضبه لم يغضب قبلها مثلها ولا بعدها مثلها، هو الوحيد اللي يقول انا لها انا لها صلى الله عليه واله وسلم. فما تتعجبش من واحد خدم واحد في سفر وقف كده طول الليل في المطر، نبيك عمل كده لامته واكثر صلى الله عليه وسلم، وما زال يعمل حتى في قبره، فيقول تعرض علي اعمالكم ان كانت خيرا حمدت الله وان كانت شرا استغفرت الله لكم صلى الله عليه واله وسلم. وقدم شاب على ابي علي الرزباري فلما اراد الخروج قال يقول الشيخ شيئا، فقال يا فتى كانوا لا يجتمعون عن موعد ولا يتفرقون عن مشورة، يعني لما
تقابل حد في السفر، عادتهم كده ما يتقابلوا في السفر قدرا يتقابلوا، يقوموا يقعدوا مع بعض شوية وكل واحد بعد كده يمشي ما يستأذنش التاني عشان ما يبقاش فيه ركون لحد، هو اصلا مقصده ربه مش مقصده لقية المشايخ حد ولا لقية الاخوان ولا الانس بهم. فبيقول لهم ده كان عادة الناس اللي هم مقصدهم الله ان هم لما يلتقوا لا يجتمعون على موعد، ما يتفوش على معاد، لان اللقاء نصيب. مش الناس تقول كده العوام يقول لك اللقاء نصيب، ما ده صح، لان الله سبحانه وتعالى ان اراد لك ان تلتقي باحد هتلتقي به، ولو خدت 100 معاد وربنا لا يريد ان تلتقي به مش هتعرف تلتقي به، يبقوا قاعدين مدين ظهرهم لبعض في الزحمه وبيكلموا بعض المحمول ومش عارفين يقابلوا بعض وهم هيخبطوا في بعض. ده يقول له انا قدامي الحته الفلانيه لانه باصص الناحيه الثانيه، والثاني يقول له انا قدامي الحته العلانيه، وهم الاثنين جنب بعض ومفيش نصيب يتقابلوا مش هيتقابلوا. واحيانا يبقى ده في المشرق وده المغرب وربنا يريد النصيب ويتقابلوا يتقابلوا. وعشان كده كان عادتهم الخروج عن مألوفهم الى الله والى مراد الله قبل علمهم بمراد الله، فكانوا لا يجتمعوا على موعد ولا يتفرقوا عن مشهور كمان. ده ايه في حال سفرهم. وعن المزين الكبير قال: كنت يوما مع ابراهيم الخواص في بعض اسفاره، فاذا عقرب تسعى على فخذه فقمت لاقتلها، فمنعني وقال: دعها، كل شيء مفتقر الينا ولسنا مفتقرين الى شيء. يعني العقربه جعانه عايزه تاخد حبه وجعانه، سيبها تاكل بتسعى رزقها، كل الخلق مفتقر الينا واحنا احنا مفتقرين الى الله. اوعى تعمل انت كده، واخد بالك، لان انت مش من مقام سيدنا ابراهيم ابن ادم. سيدنا ابراهيم ابن ادم كان وصل الى مرحله مع الله كان في كمال الرضا، في كمال الرضا وفي كمال المعرفة، ومش بيجرب مع رب، لا مش بيجرب مع رب ولا سمح الله، فكان حتى لو لدغته العقرب ما تأثرش فيه. وسيدنا خالد بن الوليد معلوم عنه ان كان يأتيه اعداؤه بالسم يحاولوا يسموه في السر، فقال لهم: ليه في السر؟ هاتوه، عايزين تسموه هاتوه، وروح بلعه قدام، ما يجرالوش حاجة. معروف على سيدنا خالد الحكاية دي، مش ده كان اللي بيحصل؟ يبقى الصحابة برضو مروا بمثل هذه المراحل، كانوا يتجرعون السم لا يضرهم لأنهم علموا أن الضار والنافع هو الله. فلما يصل إلى هذه المرحلة خلاص بقى لا بأس. وقال أبو عبد الله النصبيني: سافرت 30 سنة ما خدت قط خرقة على مرقعتي، ولا عدلت إلى موضع علمت أن لي فيه رفيقا، ولا تركت أحدا يحمل معي شيئا. يعني ما كانش يركن لاحد الا الله، هو عايز الله، حتى المكان اللي فيه رفيق يخاف لحسن يروح يضيع وقته معاه ويركن اليه. واعلموا ان القوم استوفوا اداب الحضور من المجاهدات، من المجاهدات الحضور يعني الاقامه في دار الاقامه، يعني جاهدوا انفسهم في دار اقامتهم، فلما استوفوها ارادوا ان يكملوا مجاهداتهم في حال سفرهم. واعلموا ان القوم استوفوا اداب الحضور من المجاهدات ثم ارادوا ان يضيفوا اليها شيئا، فاضافوا احكام السفر الى ذلك رياضة لنفوسهم، اي ترويضا لنفوسهم خروجا عن مألوفاتها، حتى اخرجوها عن المعلومات اللي هي المألوفات، وحملوها على مفارقة المعارف اللي هي العادات، كي يعيشوا مع الله بلا علاقة ولا وصل. لان الصوفي ليس اسيرا لاحد الا لربه، هو عبد لله بس مش عبد لعادته. ليه يا ابن مقريف كده؟ يقول لك اصل انا متعود اشرب كوبايه شاي الساعه 5، لو ما شربتهاش يجي لي صداع. طب ليه انت كده مقريف النهارده؟ يقول لك اصل انا لو ما نمت الساعتين الظهر اقعد طول اليوم مقريف. طب وانت ليه زعلان كده؟ اصل انا بقالي اسبوع ما اكلتش لحمه، ولو مر عليا اسبوع ما اكلتش لحمه ابقى متضايق. طب وانت ليه يا ابني متضايق كده؟ اصل انا الحقيقه معيش الا 10 جنيه والشهر فاضل عليه 30 يوم، وانا الوقت مش هيكفوني العشرة جنيه دي، فانا ماشي متضايق. فده متضايق وده متضايق وده متضايق. وانت يا ابني ماشي ليه زعلان وانت راجل صحيح البنية والحمد لله؟ تقول اصل انا مش لاقي شغل ومتضايق ومش عارف اشتغل والدنيا غلط. فكله متضايق كله متضايق. امال مين بيقول الحمد لله؟ مين بقى بيقول الحمد لله؟ هم بقى ما عندهمش المألوفات دي كلها، الحاجات دي كلها سايبينها على الله. والله جوعوا الحمد لله، شبعوا الحمد لله، ادى فلوس الحمد لله، ما ادالوش برضه الحمد لله.
لانه هو ادالك اغلى حاجه، ادالك الوجود من العدم، وادالك الامداد، وادالك نعمه الهدايه ونعمه الاسلام، وادالك نعمه معرفته سبحانه وتعالى، وبعدين حرم غيرك كثير من هذه الاشياء. الحاجات دي كلها دي بكام؟ غيرك ساكن القصور وعنده الملايين والمليارات ما يعرفش يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وانت سهل على لسانك بتقولها سهله، والتاني لو عرف فايدتها مستعد هو يدي لك المليارات دي يا عم ويقولها مره، فانت مش مدرك نعم الله عليك. يبقى اخرجوها، حاضر، حتى اخرجوها يعني اخرجوا نفوسهم عن المعلومات، يعني الاشياء المعلومه التي تركن النفس اليها، وحملوها على مفارقه المعارف والعادات والمألوفات كي يعيشوا مع الله بلا علاقه ولا واسطه، فلم يتركوا شيئا من اورادهم في اسفارهم. عشان كده كان في سفرهم ما يتركش اوراده ابدا، لان سفرهم كان سفر رياضه للنفس وتهذيب للنفس، مش سفر لمقصد معين فيترخص، ده هو سفر الوصول الى الله، والورد من اسباب الوصول الى الله، فما كانش يترك ورده في سفر ولا يترك عباداته المعتاد عليها في سفره ابدا. وقالوا الرخص لمن كان سفره ضروره، ونحن لا شغل لنا ولا ضروره في اسفارنا علينا، احنا مسافرين اختيارا مش سفر ضروره، احنا مسافرين اختيار، فازاي اترخص في سفر اختياري؟ وعلشان كده كانوا لا يترخصون في السفر. فانت تيجي ما تصدق تسافر سفريه وتبطل تصلي السنن، تقول ما انا مسافر بقى، تكسر على طول وتبطل السنن. طب ما قلتش وردك ليه يا ابني، انت كل يوم بتصلي على النبي 100 مره الصبح و100 مره، ما قلتش ليه؟ يقول لك اصل انا مسافر بقى. طيب ما قريتش ليه جزء القران اللي بتقراه كل يوم؟ انا مسافر بقى. طيب ليه ما صليتش الركعتين اللي بتصليهم؟ اصل انا مسافر بقى. طب مش عارف، انا مسافر بقى. يعني مسافر عشان تتنبل، بقيت تنبول. عارف يعني ايه تنبول؟ عارف تنبلة السلطان؟ تنبلة السلطان دول جماعه كسلانين ما بيعملوش اي حاجه في اي حاجه، وبعدين كل ما السلطان يبعت لهم حد يشغلهم في حته ما يشتغلوش، قاعدين هنا يجيبهم هنا يجيبهم هنا، كل حته يوديهم يترفدوا ما بيشتغلوش. تنبل، قام اتغاظ منهم السلطان بقى لحسن يعلموا الناس كلهم التنبله، فقال للجندي بتوعهم خدوا العيال دي وارموهم من فوق الجبل وخلصونا منهم، ده احسن هيشيعوا الكسل في المملكه، هتبوظ المملكه. فخدوهم ركبوهم وهم في الطريق، راجل محل فول وطعميه فاتح، قال لهم انت موديهم فين؟ قال له انا حرميهم فوق الجبل، بس هم ما بيشتغلوش وعايزين ياكلوا كده ببلاش. قال له خلاص سيبهم لي واستاذن السلطان، انا عندي عيش كتير بيتبقى كل يوم من الزباين، بدل ما ارميه حد يقول لهم كده ويقعدوا ياكلوه وخلاص لله، سب. قام واحد منهم بص كده قال له مين اللي هيكسر العيش؟ قال له انتوا. قال له ارمي يا عم ارمي. دول التنبل، فهمت ازاي؟ ادي تنبلة السلطان. فانت عايز تبقى برضه في سفر التنبول كده ليه؟ خليك في زمان الاجتهاد، فهمت؟ سمعت ابا صادق بن حبيب قال سمعت النصر بادي يقول ضعفت في الباديه مره فايست من نفسي. يعني هو مسافر، كانوا يسافروا في الباديه بلا زاد، اهل التجريد كانوا يعملوا كده، فيبدو ان مر عليه ايام لا اكل ولا شرب فضعف خالص واترمى بقى خلاص هيموت، فوقع بصري على القمر وهو بقى نايم كده تعبان مرهق لوحده في البريد، وكان ذلك بالنهار. القمر ساعات يبان كده بالنهار لما يبقى بدر، عشان كده يسموه بدري، سموه بدري ليه؟ عشان بيطلع بدري قبل الليل يعني، فسموه بدري عشان كده. وكان ذلك بالنهار فرأيت مكتوبا عليه فسيكفيكهم الله. انت عارف القمر كده عليه اي تبعيد كده اي حاجه، كل واحد بقى يقراها بالطريقه اللي تعجبه. هو بص ليها قراها فلقاها مكتوبه فسيكفيكهم الله، بس ما كانش عنده محمول بكاميرا يصوره علشان يوزعها عليه، ولو كان معاه كان صور، لكن هو شافها، ربنا اداها له يعني مدد لانه ضعيف. فسيكفيكهم الله، فاستقللت يعني جالي قوه، وفتح علي من ذلك الوقت هذا الحديث، وفتح علي من ذلك الوقت هذا الحديث، يعني ربنا اداله الحكمة أجراه على لساني بعد ذلك. وقال أبو يعقوب السوسي يحتاج المسافر إلى أربعة أشياء في سفره. يبقى قبل ما تسافر إلى الله سفر معنوي، أو تسافر في الدنيا
سفر حس، لازم يبقى عندك اربع اشياء. علم يسوسه، يبقى لازم تبقى عندك معلومات في الشريعة عشان تعرف الحلال من الحرام، من الواجبات المطلوبة منك تعمل ايه، وإلا هتبقى بتسافر بتعك. يبقى لازم يبقى عندك الاول تحصل علم من الشريعة تستطيع ان تعرف فيه الحلال من الحرام، من الواجبات من المحرمات وغير ذلك. وورع يحجزه، والورع ده ان هو الاحتياط يعني، يبقى بجانب العلم يبقى عنده احتياط علشان لما يجد امور مشتبهة يحتاط لدينه ويبعد عنها. ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، من تركها ترك الشبهات دي فقد استبرأ لدينه وعرضه. هو ده الورع. وورع يحجزه ووجد يحمله. ود يحمله يعني همة ورغبة، رغبة في قلبه تحمله على تحمل مشق السفر الى الله، رغبة للوصول الى الله، رغبة للوصول الى مرضاة الله، رغبة للتخلص من عوائق النفس وعلائق النفس، يعني اسمها همة. وخلق يصونه، ويبقى اخلاق تصونه كمان علشان ما يتكففش الناس، وعلشان ما يشحدش من الناس، وعشان ما يقفش على ابواب الناس يطلب منهم العون والمساعدة اذا احتاج، بل يقف على باب ربه. وقيل سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال، ومنها السفور اللي هو الظهور، يعني يقولك سفور المرأة يعني ظهور عورة المرأة امام الرجال، يسموه السفور، جاية برضو ايه من الظهور. يبقى السفر هو ايه، سمي سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال يعني يظهرها. وكان الكتاني اذا سافر الفقير الى اليمن ثم رجع اليه مرة اخرى يأمر بهجرانه. كانت اليمن زمان ارض خصب ورخاء وارض غنى، انما جزيرة العرب كانت فقرانة ما عندهمش حاجة خالص قبل البترول. فكان الكتاني لما يلاقي واحد فقير مسافر اليمن، يبقى ده مسافر اليمن بقى للخصوبة وللغنى وللشبع علشان يأكل ويشرب ويشبع، يوم ايه يسقط من نظر. فاول ما يرجع يأمر بهجرانه، وانما كان يفعل ذلك لانهم كانوا يسافرون الى اليمن ذلك الوقت لاجل الرزق. كان بيسافر اليمن مخصوص عشان اليمن اهل خصب واهل اموال واهل اراضي زراعية، فلما يلاقوا حد من الفقراء دول يقوموا يرفقوا بيه ويدوله، يبقى كانه مسافر يتكفف يشحت. فاول ما يلاقيه سافر اليمن يقوم يسيبه. ده مسافر شحاته بقى، ده مسافر ايه، قلبه متعلق بالخلق مش متعلق بربه. وقيل كان ابراهيم الخواص لا يحمل شيئا في السفر، قلت لك لانه كان من اهل التجريد، وكان لا يفارق الابره والركوه، لكن كان ياخد من الاسباب الابره والركوه بس. الابره علشان لو ثوبه تقطع وظهرت عورته يقوم يخيطها عشان صلاته تصح، لان عنده علم يسوس، لان ستر العوره ضروري، فيبقى لازم معاه ابره وخيط عشان لو هدومه تقطعت في السفر يخيطها يقوم يعرف يصلي. وركوة علشان يتوضى بيها، لانه بيمر على ابيار مياه وما كانش لسه فيه الحنفيات والحاجات والاستراحات دي، فكان يبقى عنده ركوة يملأها ماء ويتوضا منها، يعني معاه ادوات العبادة بس اللي هي تصلح عبادته بيها. اما الابرة فلخياطة ثوبه اذا تمزق سترا للعورة، واما الركوة فللطهارة، وكان لا يرى ذلك علاقة ولا معلوما، وما يعتبرش ان الابرة والركوة دي اسباب قاطعة عن الله، بل اسباب موصلة الى الله، لان الشرع موصل الى الله، ودي اسباب لتحصيل الشرع الشريف. وحكي عن ابي عبد الله الرازي قال خرجت من طرسوس حافيا وكان معي رفيق، فدخلنا بعض قرى الشام، فجاءني فقير بحذاء فامتنعت من قبوله، فقال لي رفيقي البس هذا، فقد عييت. يعني كان معاه رفيق وكان ماشي حافي، رفيقه ده كان لابس حذاء، فلما لقى صديقه حافي راح قلع حذاءه ومشي حافي كمان زي صديقه عشان ما يتميزش على صديقه. يبقى ادبهم في السفر عدم التمايز، عدم التمايز، مش تبقى انت دافيا وهو بردان ومسافرين جنب بعض، طب اديله حاجه من ثوبك تغطي، لا انت لابس الجلابيه ولابس تحت الجلابيه غيار ولابس فوق الغيار عمه وفوق العمه طيلسان يعني عبايه شال وفوق الشال عبايه وهو ماشي متكتك وانت ايه ماشيين مع بعض حبايب، ازاي؟ اديله حاجه طيب لوجه الله غطيه، مش كده برضه؟ مش هو ده السفر الرفق بالناس؟ فلما التاني ابو حذاء شاف زميله اللي معاه
ماشي حافي، فطبعا لو اداله فردة واحدة يبقى هيمشي برجل ورجل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم علم اهو، يبقى عندهم علم، لان الرسول قال ايه؟ فلينعلهما جميعا او يحفيهما جميعا، يعني نهى عن المشي في ايه؟ في حذاء واحد صلى الله عليه وسلم، عشان تعجل حتى بين اعضائك، مش عضو تمشيه حافي وعضو بتاع. فراح عمل ايه؟ راح شال الحذاء بتاعه وقلع ومشي حافي زي صديقه. لما الارض كلت رجليه قام ربنا سبحانه وتعالى اطلع عليه، ففي الشام بصوا لقوا واحد كده تصدق على زميله الثاني بحذاء، راح ماليه بقى عشان يلبس حذاء، فالثاني يعني عايز يمتنع، قال له لا لا جزاك الله خير مش عايز، قال له يا عم ارحمني بقى، يا عم خد وارحمني، ربنا بعته لك عشان انا، خد وارحمني البسه عشان البس حذاء انا كده. قال البس هذا فقد عييت، فانه قد فتح عليك بهذا النعل بسببي، ربنا اطلع على رجلي اللي فقفقت، ام ربنا بعت لك الراجل ده يدي لك الحذاء ده، فارحمني بقى. فقلت مالك؟ فقال نزعت نعلي موافقه لك ورعايه لحق الصحبه. هو الثاني ما كانش واخد باله، كان خالع نعله بقاله مده، افتكر ان نعله يمكن مقطوع ولا حاجه. وقيل كان الخواص في سفر ومعه ثلاثه نفر، فبلغوا مسجدا في بعض المساوز يعني الصحاري وباتوا فيه، ولم يكن عليه باب. لقوا مسجد طبعا في الصحراء مبني كده وما فيش باب عليه، دخلوا يأووا فيه بالليل، وكان برد شديد فناموا كلهم. فلما اصبحوا راوه لو سيدنا ابراهيم الخواص واقفا على الباب، فقالوا له في ذلك، فقال خشيت ان تجدوا البرد، وكان قد وقف طول ليلته. يبقى هو واقف لهم على الباب عشان يسد الباب بجسده، عشان ما يدخلهمش تيار البرد عليهم وهم نايمين، يبقى خدمة الرفاق، خدمة الرفاق كانت عادتهم في السفر. وقيل ان الكتاني استأذن امه في الحج مرة فأذنت له فخرج، فأصاب ثوبه البول في البادية، وهو ماشي مسافر بعد ما استأذن امه في حج نافلة يعني، فهو ماشي في البادية بس لقى البول جاء على ثوبه وتنجس ثوبه في البادية. فدي حاجة تحول بينه وبين الطاعة، العبادة المهمة اللي هي الصلاة، فهو عرف ان دي علامة ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ان في خلل، في خلل في نيتك، خروجك ده في خلل، ربنا سبحانه بعت له العلامة دي، يبقى بيعرفوا يقروا العلامات، مش ماشي كده وخلاص، لا ده بيتعامل مع ربه بالعلامة. كان بعضهم يقول اني اعلم حالي مع ربي من خلق دبتي وزوجتي، لو دبته وزوجته ماشيين معاه كويسين يبقى هو حلو مع ربي، اول ما يلاقيهم اتقلبوا عليه يبقى هو اللي وحش مع ربي. فاصاب ثوبه البلل في الباديه، البول في الباديه، فقال ان هذا لخلل في حالي، يعني اللي اصابني ده بسبب خلل في حالي، فانصرف رجع لامه تاني. فلما دق باب داره اجابته امه ففتحت، فراها جالسه خلف الباب، فسالها عن سبب جلوسها، فقالت مذ خرجت اعتقدت الا ابرح من هذا الموضع حتى اراك. هي الظاهر احرجت منه، هي مش عايزاه يسافر، لكن في نفس الوقت علشان ابنها مش عايزه تزعل، فقالت له من وراء قلبها سافر، وبعدين حطت في قلبها اعتقاد جازم وفضلت قاعده جنب الباب، قالت والله ما انا قايمه من جنب الباب ده لحد ما ابني يجي واشوفه تاني، قام ربنا بعته لها تاني. شفت بقى؟ يبقى لازم ترضي الاباء والامهات عند سفرك علشان ما يحصلكش خلل في حالك في السفر. سمعت انت عن الحكيم الترمذي؟ اللي هو كان الحكيم الترمذي معاصر للامام الترمذي صاحب الجامع، الحكيم الترمذي صاحب كتاب ختم الاولياء. بيقول لك سبب ان هو ربنا جعله من الاولياء الكبار ايه؟ انه هو كان مع مجموعة من اصدقائه واقرانه في بلده ترمز، اتفقوا ان هم يسافروا لطلب العلم في الاراضي الحجازية او في العراق مش فاكر يعني، المهم اتفقوا ان هم يسافروا زي بعثة دراسية كده مع بعض. فلما اتفق معاهم وخلاص وهم، امه قالت له يا ابني انا مريضة وانت ابني الوحيد، ازاي هتسيبني وتسافر؟ اقعد. فقعد هو وهم سافر، فضل قاعد مع امه يخدمها حتى ماتت عدة سنوات. فربنا سبحانه وتعالى ببركة بره بأمي فتح عليه ففقى أقرانه في العلم اللي هم سافروا. يبقى البر بالأم والأب ده أمر هام، لأن أنت طالما مع الله أنت مكسرك تبقى مع الله، فإذا كنت في بر أمك فأنت مع الله، وإذا كنت في سفر طلب علم
بغير موافقة الأم والأب، فتبقى أنت مع شهوتك ومع نفسك مش مع الله، فخد بالك، فتكون مع الله أحسن. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت عبد الله بن محمد الدمشقي يقول، سمعت إبراهيم بن المولد يقول، سمعت إبراهيم القصار يقول، سافرت 30 سنة أصلح قلوب الناس للفقراء. يعني قاعد يسافر 30 سنة وكان يعظ أهالي البلدان في طرق السفر المقيمين يعني على الإحسان للناس المسافرين عليهم أبناء السبيل. أدي معنى أصلح قلوب الناس للفقراء، علشان يرفقوا بالناس ويرفقوا بأهل السبيل. وقيل زار رجل داود الطائي فقال، يا أبا سليمان، كانت نفسي تنازعني إلى لقائك منذ زمان. فقال، لا بأس، إذا كانت الأبدان هادئة والقلوب ساكنة فالتلاقي أيسر. يعني إذا كانت الأبدان هادئة يعني غير منهمكة في طلب الدنيا، والقلوب ساكنة أي راضية بإقامة الله لها وبالتوكل على الله، فيبقى التلقى يقول، خرجت من البحر بعمان وقد أثر في الجوع، فكنت أمر في السوق فبلغت حانوت حلاوي فرأيت فيه حملانا مشوية وحلواء. عارف انت الحلويات الجزارين يقولوا عليها حلويات لحد الوقت مش كده برضو؟ اللي يقولوا ايه الحلويات اللي هي ايه؟ اللي هي اظن الطحال والفشة والممبار والزور، الحاجات دي يسموها حلويات. اهو بقى الراجل ده طلع في سفر بقاله كتير مسافر، وبعدين مر على راجل بتاع ايه، بتاع ممبار وفشه وكرشه ومعلق لحمه مشويه، ولقى بقى المنظر ده وبقاله ايام طويله ما اكلش، فايه فنفسه راحت ومعاش فلوس. فتعلقت برجل، فراح لقى واحد ماشي جنب المحل كده مسكه قال له اشتري لي من ده. راجل ما يعرفوش معادني كده، وقلت اشتري لي من هذه الاشياء. فقال، لماذا ألك علي شيئا أم علي دين؟ وأنا علي دين وأنت لك علي حق، يعني بمناسبة إيه يعني أجيب لك؟ فقلت، لابد أن تشتري لي من هذا، أنا بقول لك أهو لازم تشتري لي. فرآني رجل، ففي واحد تاني معدي كده لقى الاثنين بيتخانقوا مع بعض، فرآني رجل فقال، خليه يا فتى. قال للتاني، امشي يا سيدي أنت مالكش دعوة بيه، إن الذي يجب علي أن يشتري لك ما تريد أنا لا هو، أنا اللي هشتريه. اقترح علي اشتريها قد ايه واحكم بما تريد، ثم اشترى لي ما اردت ومضى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى المفروض المسافر يترك امره لله وما يختارش، فهو لما اشتاق لهذا واختار واحد يشتري له فقام ربنا خذله لانه اختار ترك اختياره، لكن ربنا جاب له اختياره، هو جاب له واحد من عنده يجيب له برغبته واللي هو عايزه، فكأنه بيقول له اخرج من اختيارك لاختياري، وقف على مراكز اضطرارك تجدني اخلصك من كل ايه، من كل مأزق واكون معك في حاجتك. يبقى كان ربنا بيكلمه بس هما بيعرفوا يقروا، لكن المشكلة اصل خد بالك ان كل خلق الله ما هم الا حروف اذا اجتمعت تدي لك جملة مفيدة، لانهم خلق الله، امر الله، كلمة الله، مش سيدنا عيسى ابن مريم كلمة الله بكن؟ طب ما احنا كلنا كن، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. بس ليه خص سيدنا عيسى ابن مريم بكن، بكلمة الله اللي هي كن؟ لان ما فيش واسطة الاب، بس فكانت كن فيه واضح، لكن في الحقيقة ان كل الاكوان هي كن، يعني كلمة الله، يعني كل الاكوان، كل اللي ماشي ده من اول النملة، من اول الميكروب اللي انت لا تراه بعينك، لحد اعظم جبل واعظم مخلوق تراه في الحجم، كلها كلمات لله سبحانه وتعالى جعلها بكلمة كن تكون مراد الله من خلقه. فاللي يعرف يقرأ هذه الكلمات هو ده يبقى عارف بالله، واللي مش عارف يقرأ هذه الكلمات يجدها نقوش ملهاش معنى،
يا جدع مجرد نقوش زي واحد كده امي لا يقرأ ولا يكتب، يمسك كتاب زي ده يلاقي ايه؟ يلاقي الحاجات السودة دي اللي انت بتقراها السطور دي، يقرأ شوية حاجات كده متداخلة على بعضها لا معنى له. كذلك المحجوب عن رب ينظر لأكوان يجدها متداخلة لا معنى له، لكن العارف بالله يجدها كلها جمل مفيدة يعرف يقراها، يعرف يقرأ هذه الجمل المفيدة. فإذا منعه رأى قهره وإذا أعطاه رأى فضله. فهمت ازاي؟ إذا منعه من الأكوان رأى قهره فهو القاهر فوق عباده، وإذا أعطاه رأى فضله فشكره. فالإنسان يجب عليه أن يعتبر أن كل ما في الأكوان ما هي إلا كلمات الله. مش قالوا إن الله سبحانه وتعالى له كتابان، كتاب مقروء وكتاب منظور؟ مش كده برضو؟ الكتاب المقروء اللي هو القرآن، وتفسير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. طب والكتاب المنظور اللي هو الأكوان؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. يعني كل الأكوان اللي متحركة أمامك والساكنة والمخلوقة والفانية والتي تخلق من جديد كلها كلمات لله، فلو كانت البحار والأشجار أقلام ومداد لنفدت قبل أن تنفد كلمات رب سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى الكون المقروء المنظور أمامك تجده مقروء مثل الكتاب المقروء أمامك. لكن الفرق الأم الذي لا يقرأ أفعال الله في خلقه كالأم الذي لا يقرأ المكتوب في كتاب الله عز وجل بالضبط. وهذا الفرق بين العارف وبين العالم. العالم يعرف يقرأ الخطوط لكن ما يعرفش يقرأ الأكوان، ده العالم. إنما العارف بالله يعرف يقرأ الأكوان زي ما يعرف يقرأ المخطوط بالضبط. فرآني رجل فقال خله يا فتى، إن الذي يجب علي أن أشتري لك ما تريد أنا لهو، اقترع علي واحكم بما تريد. فاشترى له ثم اشترى لي ما أردت ومضى. وحكي عن أبي الحسين المصري قال أنفقت مع الشجرية في السفر من طرابلس، اتفقت مع الشجرية في السفر من طرابلس، فسرنا أياما لم نأكل شيئا، فرأيت قرعا مطروحا، يعني شوية قرع كده مرمي على الأرض، فأخذت أكله، فالتفت إلي الشيخ ولم يقل شيئا. بص له الشيخ كده بصة كده ما تلقش، يعني ده تصرف تاكل الحاجة المرمية كده زي الكلاب وانت انسان مكرم ومن غير اذني وانا شيخك؟ بص له كده بصة وفهمها، فراح نفسه تثبت راح سايب اللي بياكله ومشي. فالتفت الى الشيخ ولم يقل شيئا، فرميت به وعلمت انه كره ذلك. ثم فتح علينا بخمسة دنانير، وهم ماشيين ربنا بعت لهم خمس دنانير مع احد الناس كده اديها لهم بلا سؤال. فدخلنا قرية فقلت يشتري الشيخ لنا شيئا لا محالة، عرف ان الشيخ بقى تحين ومعاه فلوس وهم ميتين من جوه بقالهم ايام، والشيخ جاله فلوس والشيخ كريم ان شاء الله ان شاء الله يعني، وربنا يسهل كده يجيب لنا حاجة ناكلها. فهو بقى ماشي معاه مطمئن، يبقى راكن للفلوس. شفت الشيخ قاعد يعلمه. فمر ولم يفعل، ماشيين في القرية يمروا على محل واثنين وثلاثة ان الرجل يطلع الفلوس يشتري له، ما فيش فايدة. فمر ولم يفعل، ثم قال، وبعدين الشيخ قال له في الاخر بقى طلعه من حرفه، لعلك تقول نمشي جياعا ولم يشتري لنا شيئا. هو ذا، ايوه هعمل كده تأديبا له يعني. فوافى اليهودية، قرية اسمها اليهودية على الطريق كده. وتم رجل صاحب عيال، وهناك في القرية دي راجل عنده عيال كتير، راجل صالح والشيخ ده يعرفه ساكن في القرية دي وعنده عيال كتير. وتم يعني هناك رجل صاحب عيال إذا دخلنا يشتغل بنا فأدفعها إليه. قال له احنا هنمر على قرية اسمها اليهودية، هناك في راجل صديقي صاحب عيال وراجل صالح، هدي له الفلوس دي يكرمنا بيها والزيادة يأكلها العيال. أنا ناوي على كده، اهدى بقى مش كل شوية تقول هتشتري بقى، اهدى بقى وريح. فأدفعها إليه لينفقها علينا ولعيالي. فوصلنا إليه ودفع الدنانير إلى الرجل فأنفقها. فلما خرجنا قال لي إلى أين يا أبا الحسين؟ فقلت أسير معك. وهم خارجين بعد ما كلوا شبعوا بقى،
لا هيمشي تاني مع الشيخ. فالشيخ بيقول له انت جاي فين تاني؟ قال له همشي معاك. فقال لا، انك تخونني في قرعة وتصحبني لا تصح، وابا انا اصحب. قال له همشيش معاك، انت اولا كنت جعان وانا جعان، تقوم تاكل وتسيبني تخوني في قرعة، وبعدين تستخوني على 5 دنانير تقول الشيخ هيضربها في جيبه ويسيبنا جعانين. لا ما تمشيش معايا بقى. سمعت محمد بن عبد الله الشيرازي رحمه الله يقول: سمعت ابا احمد الصغير يقول: سمعت ابا عبد الله بن خفيف يقول: كنت في حال حداثتي استقبلني بعض الفقراء فرأى في اثر الدر والجوع فادخلني داره وقدم لي لحما طبخ بالكشك واللحم متغير. يعني زي ما تقول اللحم كده، كانوا بيعملوا اللحم عندهم يخزنوه، المقدد ده لحم مقدد، يعني زي انت عرفت شفت البامية اللي كانوا ينشفوها زمان ويطبخوها طول السنة، والملوخية الناشفة، وكانوا برضو يقددوا اللحمة كده ينشفوها ويشيلوها طول السنة يطبخوا منها. فالظاهر اللحمة المقدرة دي ما كانش قددها كويس فكانت حمضان، فحط له شوية لحمة مع شوية كشك ويأكله وميت من جوه، فلقاها حمضانة كده وطعمها متغير مش حلو. وقدم لي لحما طبخ بالكشك واللحم متغير، فكنت اكل السريد واتجنب اللحم لتغيره. لا ايه قاعد ياكل الكشك وبيبعد عن اللحم مش عايز يقرى الله. فلقمني لقمة فاداله حتة لحم وبق طلع لحم، يطلع له لحم، فراح ادهاله بق لقمة كده، افتكر ان هو سايب له اللحمة يعني علشان ايه، يعني من باب انه مش عايز ياخد الحاجة الغالية يعني. فلقمني لقمة فاكلتها بجهد، امكلها بالعافية مش قادر يبلعها بس مكسوف منه بلعها. المصيبة التانية اديله لقمة تانية. ثم لقمني ثانية، يا دي المصيبة، فبلغتني مشقة مش قادر يعديها بقى، الاولانية عدها وخلاص الثانية مش قادر. فرأى ذلك في ام الراجل شاف في الحكاية دي، ام شم اللحمة لقاها فعلا متغيرة فاحرج. فرأى ذلك في وخجل، وخجلت لأجله، فخرجت وانزعجت في الحال للسفر. يعني أحرج الراجل، هو الراجل فقير أصلا وعايز يكرمه فطلع له أحسن ما عنده، وبعدين الراجل أحرج منه وهو أحرج من الراجل فاستأذنه مش سر. فأرسلت إلي والدتي من يخبرها، فأرسلت إلى والدتي من يخبرها ويحمل الي مرقعتي. يعني بعت لها جواب لوالدته يخبرها ان هو في السفر ويشيل لها علامة، يعني امارة، يديها حاجة من لبسه عشان امارة يعني ان الخطاب ده منه. فلم تعارضني الوالدة ورضيت بخروجي، فارتحلت من القادسية مع جماعة من الفقراء فتهنا، ونفذ ما كان معنا، تاهوا في الصحراء وضاع منهم زادهم وزوادهم، واشرفنا على التلف، كادوا بقى خلاص يهلكوا من الجوع. فوصلنا الى حي من احياء العرب ولم نجد شيئا، حي من احياء العرب في صحراء عايشين مش لاقيين اللبا، حتى اللبا باعوها مش لاقيين حاجه خالص. فاضطررنا الى ان اشترينا منهم كلبا بدنانير، قلنا لهم طب ما عندكوش حاجه تتاكل؟ قال لا وما فيش الا كلاب. فاشتروا كلب، ما هو من اضطر غير باغ ولا عاد فلا يسمع له، فراحوا شاريين كلب بدنانير معاهم وشووه وذبحوا الكلب وكلوه، هيموت هيهلك. واعطوني قطعة من لحمه، فلما اردت اكله فكرت في حالي مع الرجل التاني، اداني لحمة حلوة حلال بس متغيرة شوية، تعففت ان اكلها، فربنا وقفني في موقف اكل الكلب برغبتي. شفت ربنا بيرد عليه، يعني هو فاهم ان ده رد على الموقف القديم، يبقى هما بيعرفوا يقروا. يعني اما ربنا يدي لك نعمة حلال وتكون رديئة شوية اقبلها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعى على رجل الشاة السانخة اي المتغيرة فيقبل هدية صلى الله عليه وسلم، ولو طاب ان يأكل من الجنة لأكل، لكن تطيبا لخاطر من اهداه كان يأكلها صلى الله عليه وسلم، مش الحديث كده؟ طيب. فلما اردت اكله، هياخد حته من الكلب بقى، هو لقى كلبجي هناك مش كلب،
فلما أردت أكله فكرت في حالي فوقع لي أنه عقوبة خجل ذلك الفقير، فتبت في نفسي فدلونا على الطريق فمضيت وحججت ثم رجعت ومر على الفقير اعتذر له. باب الصحبة، نقف عند هذا الباب إن شاء الله نكمله يوم السبت القادم إن شاء الله. اليوم في معتذر عن درس مساء اليوم اللي هو الفقه في مسجد الأشراف، عشان دعوني في الاحتفال بالمولد النبوي في مسجد الحمدية الشاذلية اليوم إن شاء الله في المهندسين المسجد الرئيسي عاملين احتفال وأنتم مدعوون، هم قالوا لي تعالى وادعوا من شئت، فأنا بدعوكم بالنيابة عنهم احتفال بالمولد النبوي من صلاة المغرب إلى ما شاء الله. ممتاز، وإن شاء الله ندعوكم للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمسجد الأشراف بالمقطم شارع 17 يوم الاثنين اللي هو يوم المولد من بعد صلاة العصر إلى العشاء، والبرنامج مشحون، ما حدش يقول حاجة كده على المغرب هتفوتك يعني فقرات هامة، فكل فقرة أهم من التي تليها فخد بالك، وأهم فقرة بعد المغرب مباشرة عشان تبقى فيها لحمة، بس إن شاء الله مش هتبقى كنخة، إن شاء الله هتبقى حلوة يعني إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ما دمنا أحياء وفي حال وفاتنا وفي حال نشرنا ونشورنا. تفضل. أيوه. طيب أنا بس عايز أفهم الحد الثاني، أنا بستنى لما كلها شغالة على الحوض، بعض الناس يجي يشربوا الملائكة تنوش ياخد، عرفت سؤال، بيسأل سؤال بيقول ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم وتعرض علي اعمالكم، فان كانت خيرا حمدت الله وان كانت شرا استغفرت الله لكم. ده حديث. حديث ثاني يقول انه لا يزادن عن حوضي رجال من امتي فأقول يا ربي إنهم أصحابي ورواية أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول صحقا صحق، فإزاي هو لا يدري ما أحدث وتعرض الأعمال عليه؟ مش في كده نوع من التناقض شوية؟ كيفية الجمع بين الحديثين والحديثين صحيحان؟ طبعا الوهابية استريحوا وقال لك يبقى حديث تعرض عليه أعمالكم حديث ضعيف لأنه يخالف ما هو صح منه، يبقى لا تعرض الأعمال، خلاص وسكت. لكن الجمع بين الحديثين اولى عند العلماء، لان حديث انك لا تدري ما احدث بعدك يحتمل معاني كثيره، يحتمل ان النبي دار ما احدث بعده ولكن كان يعتقد ان يمكن ربنا يرحمهم مما احدثوه ببركه دعوته له، لكن الله اراد عقابهم، فهمت؟ فكان الله يقول له اولا تدري ما احدث بعدك، يعني وانت مش عارف عملوا ايه، ما انت عارف، فهمت المعنى؟ كأنه سؤال استفهامي تقريري، مش استفهام يدل على نفي العلم، بل استفهام يدل على اقراره انه يعلم، فكيف وهو يعلم يدعوه؟ فهمت؟ يبقى سهلة من باب النظر، انت نفسك تقول له انت مش عارف انت عملت ايه وتديله على بالبوكس، مش ده اللي بيحصل؟ لما بتقول له انت مش عارف انت عامل ايه تبقى عارف انه عارف، صح ولا لا؟ يبقى يسموه استفهام تقريري، استفهام تقريري. فليه انا احمل المعنى على الاستفهام بمعنى الاستفهام الحقيقي وانفي عدم العلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر؟ طب ما انا اجمع بين الحديثين واقول ان ده استفهام تقريري والحديث ده حديث صحيح وتعرض عليه اعمال، خصوصا انه ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا امواتكم باعمالكم فان اعمالكم تعرض على امواتكم. إذا كان أعمالك بتعرض على جدك اللي مات وأبوك اللي مات، ثم ما تعرضش على النبي أعمال أمته؟ إذا كان جدك اللي مات بقاله 50-60 سنة ربنا بيعرض عليه أعمال أحفاده وأبنائه وهو في قبرك، لدرجة إن ساعات يجي لك في الرؤية يتخانق معاك على حاجة أنت عملتها، ما بتحصلش دي؟ طب وإيه اللي عرفه؟ ما هو ميت بقاله كتير، لأن ربنا بيعرض عليه أعمال أبنائه من بعد. أنا ابن عمي مرة باع أرض جدي اللي ورثتها منه، جدي جالي في المنام قال لي انا زعلان من الواد ده ازاي يبيع ارضي، وكان ميت بقاله اكثر من 20 سنه. طب عرف منين ان الواد باع ارضه؟
وعواد باع ارضه. ربنا بيعرض عليه الاعمال. اذا كان ربنا بيعرض الاعمال على المسلم العادي يبقى مش هيعرض على رسول الله. يبقى سهل الجمع بين الحديثين سهل. يبقى الاستفهام هنا استفهام تقريري وليس استفهام على الحقيقة. فهمت بقى؟ فلا ينفي عدم العلم بل ينفي من النبي صلى الله عليه وسلم عدم علمه بان ربنا هيعاقبهم العقاب ده. بس في اللحظة دي ادي كل الحكاية. انك لا تدري. طيب اولا تدري ما احدثوا بعدك؟ نعم نعم بالنبر يا استاذ. انت ما تعرفش انا عملت ايه. اما اقول لك كده وكن انا ربيتك وصرفت عليك كتير وانت طلعت نجل وعملت فيا مشاكل بعد كده بعد ما انا محتاجك استنزلت معايا او انا اعمل لك ايه اقول لك ايه. انت ما تعرفش انا عملت فيه ايه فيك ايه يا ابني. انت ما تدريش ان انا صرفت عليك قد كده وانت دريان. يبقى كل استفهامي ده معاك اقرار ليك مش منتظر منك جواب لان انا عارف ان اجابته ايوه. فهمت ازاي؟ او ده نفس الحكاية. اولا تدري ما احدثوا بعدك يعني ايوه ادري لكن كنت اظن يا ربي انك لا تعاقبه مثل هذا العقاب. فلما علمت ارادتك فارادتك فوق كل ارادة سحقا سحقا. هذا اللي حصل. كده سهلة عشان يمشي الاحاديث كلها مع بعضها يا استاذ. ايوه خد. ها اكرمكم الله. لا اكرمكم الله. اكرمكم الله. الله الاثنين في الحالة دي وفي المكان ده. في الحالة دي وفي المكان ده هنالك دعا زكريا عندما علم اكرام الله لها في هذا المكان في وقت علمه في هذا المكان دعا زكريا ربه. يبقى مكان وجود الصالح مكان قبول الدعاء. يبقى قرب وجود الصالح من اسباب قبول الدعاء. فهمت ازاي؟ ولو كان هذا الصالح ادنى حالا من الداعي لان سيدنا زكريا اعلى مقاما من ستنا مريم. ستنا مريم صديقة وسيدنا زكريا نبي ومقام النبوة اعلى من مقام الصديقية. ولكن سيدنا زكريا استفاد بالمفضول وهو ايه؟ فاضل. واضح؟ وعشان كده سيدنا رسول الله كان يقول سيدنا عمر وهو بيعمل عمره لا تنسانا من صالح دعائك يا عمر. فكان سيدنا عمر ينبسط قوي من الدعوه من الكلمه دي ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ادعي لي. شوف قد ايه. يبقى يجوز ان يطلب الفاضل الدعاء من المفضول ويجوز ان يستفيد الفاضل من جوار المفضول. فهمت ازاي؟ بس ونعلم ان المكان يشرف بالمكين. المكان يشرف بالمكين اللي هو المقيم فيه. وعلشان كده الانسان الجار يغلي الدار. الجار يغلي الدار. انا يبقى جار كويس يغلي الدار تقوم يبقى الدار غاليه. ليه؟ لان الدار اللي جنب الدار الصالح تبقى غاليه. تقول انا هشتريها بالشيء الفلان. نريد ان نعرف عنوان المسجد الذي العنوان شارع 17 مسجد الاشراف بالمقطم الهضبه العليا. تركب ميكروباص المقطم من ميدان السيدة عائشة تقول له نزلني محطة سويتش. سويتش ماركت في سوبر ماركت اسمه سويتش معروف كل السواقين عارفين. بعد محطة النصر هتنزل في شارع 9 عند محطة سويتش. تعدي الشارع تلاقي قدامك شارع في وشك كده تمشي فيه ده شارع 17. تسأل فين مسجد الأشراف؟ ألف من يدلك. سهلة خالص إن شاء الله. وتشرفونا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في علماء الوقت هنا لازم ومعظم العلماء المحققون أنه ليس بلازم. أي والراسخون في العلم يعلمونه أيضا تعليم الله له. أيوة لكن ليه أنت عايز تناكس؟ ده معنى تخليه في قلبك. لكن الوقت اتفق قراء هذا العصر أنك تقف عند الله وحط علامة وقف. كويس؟ اتفقوا على هذا. لكن من حيث القرآن مبنى الوصل أصلا. القرآن مبنى على الوصل. فالراسخون في العلم يعلموا تأويله بتعليم الله له. فإن وصلت فلك وجهة. فهمت؟ عشان كده العلماء المحققين قالوا أن الوقف هنا ليس بلازم. ممكن تقولوا ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لكن الراسخون في العلم يعلمونه بتعليم الله لهم ويعلموا علم جزئي ليس علم كل. مش كده برضو؟
فاذا وقفت على الا الله هنا يبقى الوقف اعلى. ليه؟ لان حتى لو كان الراسخون في العلم ربنا يعلمهم، فمش هيعلمهم بعلم يستوى مع علم الله، مش كده برضو؟ لكن على اي حال قالوا ان الواو هنا العاطفة تقتضي مطلق العطف، ولا تقتضي ترتيب، ولا تقتضي تساوي. ولذا اذا عطفت فانت بتقتضي مطلق العطف ولا تقتضي التساوي في ايه؟ في المعنى. وعلى شكل قال والراسخون في العلم ما تقتضيش ان علمهم كمان كعلم الله، لان على العطف هنا لا يقتضي التساوي بل يقتضي مطلق العطف، ولا يقتضي التعقيب، ولا يقتضي شيء الا مطلق العطف فقط. واضح؟ سهلة؟ طيب سبحانك اتفضل. كويس. ايه يعني ليس له دواء معروف؟ يعني الا جعل لهم داء، ليس له دواء معروف، لكن له دواء، لكن ربنا خفيه عنهم عقابا لهم، فان طاعوا الله ربنا يمكنهم من معرفة الدواء. كويس. سهل. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الناس بداء بداء زي انفلونزا الطيور، لحد دلوقتي مش معروف طعم معين يطعموا الطيور بيه، حتى جم يطعموا الطيور موتوه، لان جايبين الطعم جايبينه من الصين الظاهر مغشوش ولا ايه الحكايه، لانه لسه تحت التجارب، اصل الطعم لسه تحت التجارب لم يثبت ده. واحنا الحمد لله يعني متسرعين، يعني الحمد لله، وكان الانسان اكثر شيء ايه، وخلق الانسان من عجل، فالحكومه بتاعتنا انسان وعجوله. فاول ما سمعت ان الصين قالت انا توصلت الى اختبار الى مصر، مش يجربوه على 2-3 ويشوفوا، لا يجربوه على المزارع كلها اجباري. حكومة الحمد لله جزاهم الله خير، فماتت الفراخ وانتشر المرض مرة أخرى، وهو منتشر أصلا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء، بس قد يكون معلوم وقد لا يكون معلوم. واضح؟ فلما يرى فيه معاصي ربنا يخفي يخفي إيه الدواء ده، الناس تبقى تايهة عنه. أول ما يبقوا صالحين كده يلاقوا أقرب إليهم منهم. فهمت؟ يلا. خفيف المسجد الجمعة اللي فاتت أو اللي قبلها تقريبا تكلم وقال إن أفضل أجمل الخلق على الإطلاق سيدنا آدم، ومعلوم لدينا أنه سيدنا محمد. إذا كان سيدنا آدم جميل، فمن وجود سيدنا رسول الله في ظهره، لما رأت الملائكة نور سيدنا رسول الله في جبهة آدم سجد. دي الحقيقة. أصل سيدنا آدم كان جميل الصورة، واخد بالك؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. واضح الكلام؟ جميل الصورة. لكن النبي كان ساعتها لم يظهر بعد عشان تحصل المقارنة. كان النبي لسه باطنا في بطون ملكوت الله عز وجل حقيقة أحمدية، ولم يظهر محمد لسه. محمد ده اللي هو الحقيقة الأحمدية عندما تلبست بالجسد فصارت محمد. إنما قبل كده كانت حقيقة في الأكوان أحمدية معروفة، واخد بالك؟ وكانت منبأة. كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، أول الناس خلقا وآخرهم بعثا، أي كده صلى الله عليه وسلم، وأنا أول المسلمين بنص القرآن، أول المسلمين، وكل السماوات والأرض ومن فيهن مسلم طوعا وكرها. يبقى النبي كان قبل السماوات والأرض كان مسلم، هو أول بنص القرآن وبنص كلامه، كان أولا وآخرا. شو بيقول؟ جعلني فاتحا وخاتما، فاتحا للأكوان. وخد بالك، هو ليه ربنا خلاه يتولد يوم الاثنين؟ ليه ما اتولدش يوم الثلاث، ولا يوم الاربع، ولا يوم الخميس، ولا يوم الحد، ولا يوم السبت؟ ويوم الجمعه ما يوم جميل يا اخي، ده يوم عيد في الارض وفي السماء. طب ليه ما يخلوش يتولد يوم الجمعه يا اخي؟ كتبها حتى مناسبتين، عيد ولاده النبي مع عيد يوم الجمعه وعيد في السماء. ده خلق سيدنا ادم يوم الجمعه. طب ليه يعني يخلي سيدنا محمد يظهر يوم الاثنين؟ هذا الامر الحمد لله لم اره لاحد، الحمد لله، وفتح الله لي علي فيه، واخد بالك؟ لم اسمعه من احد من مشايخي ولا بقراه، لأنه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المخلوقات، فالأحد يوم الأحد يدل على الأحدية، كان الله ولم يكن شيئا معه. فلما أراد خلق الأكوان فأراد أن يكون هناك موجودا يعرفه، فخلق النبي، فكان هناك اثنان في الوجود، فولد النبي يوم الاثنين، لأن الله خلق الأكوان ليعرف. فلما من على النبي بالوجود صار هناك موجودان، موجود بذاته وموجود بغيره. الموجود بذاته احد،
والموجود بغيره، اذا انضم للموجود بذاته صار اثنين، فولد يوم الاثنين، اشاره سهله. وهذا يوافق كل القران ان النبي كان اول الناس خلقا واخرهم بعد، واخد بالك دي واضحه خالص. والله اعلم. اتفضل. هو نبينا كان اجمل الخلق على الاطلاق، على الاطلاق، حتى ان قالوا في الشعر يقول لك ايه، ان ذره من جمال النبي جمل الله بها يوسف، ذره واحده بس من جمال النبي جمل بها سيدنا يوسف، وذره من نور النبي نور بها الاكوان. فهمت المساله؟ سهله. لكن هو السؤال هنا ان اذا كان سيدنا رسول الله اجمل من سيدنا يوسف، لما لم تفتن به الناس وفتنت النساء بسيدنا يوسف؟ هو ده السؤال. ممكن واحد يستدل بفتنة النساء بجمال سيدنا يوسف ان سيدنا يوسف اجمل، لان سيدنا رسول الله لم يفتن به احد بجماله، مش كده برضه؟ ده بقى السؤال. لان جمال سيدنا يوسف كان ظاهر غير مغطى بالوقار والهيبة التي تمنع من رؤية جماله، اما جمال نبينا فكان مغطى بالهيبة والوقار فكان لا يستطيع ان ينظر اليه احد. ادي السبب بس. لكن اللي اطلعوا على جمال النبي صلى الله عليه وسلم وقدروا يدحلقوا فيه زي الاطفال وصفوه اجمل صورة. ستنا عائشة اللي عاشت مع النبي قالت شعر في جمال النبي، قالت: ولو ان اصحاب زليخ رأينا جبينه لآثرنا تقطيع تقطيع القلوب على الايدي. يعني قالت لو اصحاب زليخ اللي هم النساء اللي قطعوا ايديهم لما شافوا سيدنا يوسف، شافوا انوار جبين النبي بس مش كل وجهه، لكانوا قطعوا قلوبهم ما قطعوش ايديه. ده من جمال النبي. وعشان كده حتى تلاقي يعني معروف الواحد اول ما يشوف حاجه حلوه يقول يا جمال النبي على طول كده. وصوت النبي اجمل من صوت سيدنا داود، اجمل اصوات الانبياء سيدنا داود. هيقرا لنا القران ان شاء الله في الجنه، كلنا نسمع سيدنا داود وهو بيقرا لنا القران. جمال ما فيش بعد كده جمال. نيجي نسمع بقى بعديه سيدنا رسول الله يغطي على الكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل جمال في الاكوان مستمد من اجمل الخلق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم اول الخلق. فان كان هناك جمال في ادم فمستمد من نبينا صلى الله عليه واله وسلم، لانه كان قبل ادم رحمه للعالمين. فان كان الجمال علامه الرحمه مثلا، مش كده برضه؟ ما هي الرحمه جمال ولا صفات جلال؟ الرحمه صفات جمال. فاذا كانت الجمال في سيدنا ادم سيكون بسبب رحمه العالمين اللي هو النبي، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فكل جمال يصيب الاكوان ما هو الا من انتشار شعاع جمال النبي على الاكوان بس. والنبي خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الصوره. احنا نفرح ليه؟ احنا ليه عايزين يعني نحجب هذا الخير عن نبينا؟ ما كل خير للنبي يقعد لنا. لكن العجيب ان الوهابيه مش قادرين يستوعبوا هذا. هم عايزين يخلوا النبي من طين مضلم. الله يا ابني النبي منور، يقول لك لا مضلم من طين. الله يا ابني حرام عليك، ربنا بيقول سراجا منيرا، يقول لك لا ضلمه، ده انت اللي ضلمه. ده دي حاجه غريبه. ده اللي شافوه كلهم قالوا منور، كل اللي شافوه قالوا منور، حتى اللي شافوه في الرؤيه قالوا منور، فما بالك في الواقع؟ وخد بالك ان الرؤيه خيال للواقع وليس في الواقع، ده الواقع اقوى. اذا كنت انت بتشوفه في الرؤيه منور يبقى في الواقع ايه؟ سيدنا عبد الله بن عباس يقول اذا كان اذا تكلم رؤيا النور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا انس يقول ايه؟ رايت النبي صلى الله عليه وسلم كان القمر في جبينه والشمس، يعني من انوار. ومعروف ان ستنا عائشه كانت بتخيط في الليل، فجاء شويه هوا كده اطفى السراج، وقعت الابره منها، فدخلت النبي ولفتها في نور النبي. معروفه نور حسي، معروفه الحاجات دي كلها، قصص معروفه، كل اللي عاشوا مع النبي شافوه، حتى انهم سموا المدينه المدينه المنوره. حتى لما الاهل الانصار شافوا النبي هل عليهم وجاي قالوا ايه؟ البدر ولا الرسول؟ الرسول اعلى. طب ما كانوا هيقوموا يطلع الرسول عليه، مش كده برضه؟ ده الرسول اعلى من البدر. لكن هم لما فوجئوا بالانوار قالوا طلع البدر. يبقى هو بهتوا بالانوار فاختاروا حاجه منوره فقالوا طلع البدر عليه. فكل من راى النبي شبهه بالانوار، ما حدش ابدا شبهه بالظلمه ابدا الا الوهابيه، ما اعرفش ليه، مع ان هم الوحيدين اللي ما شافوهوش لا في الرؤيه ولا شافوه في الواقع. لو شافوه في الرؤيه او في الواقع ما كانوش قالوا كده، دي الحقيقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار صلى الله عليه وسلم، النور الساري صلى الله عليه وسلم، معروف سراجا منيرا. هتروح فين؟ القران اي كده
يعني لو القرآن في ايديهم كانوا غيروا الآية دي، هيعملوا بقى زي اليهود والنصارى يلعبوا كل شوية يقول لك الانجيل طبعة جديدة منقحة. ما ينفعش كده. ايوه جزاكم الله خير. احنا النهاردة خلصنا بدري، قلنا هنمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. في ليلة الاثنين ظهر بشاير الزين، ظهرت بشاير النور على الشرق والحرمين، في حجرة المختار وماليكة على الصفين، لما آمنة وضعت رأت الحبيبة فرحت، والهم عنها زال بوجود كحيل العين والبركة والأنوار والسعد جوه الدار، والخير على الدنيا من أجل طه الزين، أهل السماء هنوا والفور قالوا وغنوا، أهلا ومرحبتين أهلا بنور العين، يا رب بالمصطفى تسمع ندايا بحق طه والقرآن آية آية، بحق زمزم والمقام، بحق البيت الحرام، تنصرنا وبارك في أحبابك يا رب، بحق حبيبك رسول الله تنصر الأمة العربية الإسلامية. آمين. ستنا آمنة قالت إيه؟ لما حملت به رأيت النور خرج مني أضاءت له قصور بصرة. يبقى كل اللي لهم علاقة بالنبي شافوا نور، حاجة غريبة. ويجوا الجماعة الوهابية دول ما شافوش أبدا لسه، ويكتبوا لك أوراق وملصقات فين وجواب عقيدة المسلم، وهي عقيدة المبتدع مش المسلم، ويكتب لك فين وجواب خطأ صح، النبي خلق من نور خطأ، الصواب من طين، أولا مش من طين من نطفة، لو صلح صح بقى من نطفة صح ولا لا، اللي خلق من طين قادر، يبقى برضه الإجابة بتاعتك غلط. مش عارف انت دي؟ النبي خلق من نور، الإجابة الخطأ. نعم الإجابة الصواب خطأ، خلق من طين، اللي خلق من طين آدم، لكن بقية الخلق خلقوا من نطفة، حاجة غريبة. حتى أجابته ربنا سبحانه عما عنه، واحنا بنتكلم على أنوار النبي كحقيقة محمدية قبل التلبس بالجسد الشريف، فلما تلبست الأنوار الأحمدية بالجسد الشريف غطت الأنوار على الجسد الكثيف حتى أنه كان لا ظل له. طب ما معروف كل اللي شافوا النبي قالوا لا ظل له، والظل كل الجسم المعتم، والجسم المنير ما يكونش ليه ظل، بل بالعكس بقى ده جسم منير نور احنا ما نعرفوش غير النور اللي احنا نعرفه ده كمان. ليه؟ لان هات انت مصباح منير وغطيه بثوب يبقى له ظل وهو منير، لكن النبي كان يبقى لابس اثوابه وما زالت انواره مخترقه اثوابه لانه لا ظل له. يبقى نور النبي ده نور غير النور اللي احنا نعرفه ده، ده نور تاني لا يعلمه الا ربه. انت ما تعرفش من النور ايها الانسان بعينك المجردة الا مساحة ضئيلة جدا من الانوار، وهي ما بين البنفسجي والاحمر اللي هو انوار الطيف، دي اللي انت تعرفه، اطوال موجية محدودة، لكن النور ده حاجة تانية كبيرة، مساحة كبيرة، في حاجات فوق بنفسجية وفي حاجات تحت حمراء، اطوال موجية كثيرة جدا انت ما تدركهاش بعينك، وهي انوار خلق الله الملائكة من فوق البنفسجية لانها انوار لا حرارة فيها، وخرق الجن من تحت الحمراء لانها انوار مع حرارة ونار. فعلشان كده لا ترى الملائكة ولا ترى الجن لانهم في الحيز بتاع النور اللي انت ما تراهوش، لا ترى. يبقى في الانوار نفسها انت لا تدرك منها الا مساحة ضئيلة منها. افهم احنا بنتكلم على انوار النبي ان احنا نفسنا لا ندركها، لان انوار لا يعلم مداها الا الله، اضاء منها الاكوان، اضاء منها السماوات والارض، اضاء منها النجوم والشموس، دي كلها من انوار النبي صلى الله عليه وسلم، وما خفي كان اعظم. فالنبي لا يعلم حقيقته الا ربه، ظاهره بشر وحقيقته لا يعلمها الا الله، فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. والحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى هدانا الى هذا النبي، يهدي الله لنوره من يشاء، يعني النور النبي، لان بيقول لك ايه؟ بيقول لك لما ربنا سبحانه وتعالى قال ألست بربكم، انتشرت انوار النبي على كل عالم الذر، فألابوا بلى، فمن اصابه من نور النبي امن واسلم، ومن لم يصبه من نور النبي انكر العهد القديم. يبقى كل مسلم على وجه الارض من لدن سيدنا ادم الى يومنا هذا بمدد انوار النبي الاولية، واللي ما اصابوش نور النبي الاول لم يشأ الله له الهداية جعله من اهل النار. ادي معنى يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس. الله نور السماوات والارض يعني منورة بانوار نبيه، ده الحكاية واضحة، القرآن مليان يعج بها بانوار النبي، حاجات واضحة زي الشمس.
ما تضيعوش وقتكم بقى عشان احنا خلصنا بدري النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك. ايوه اتفضل. ده على طاق العرش. ما واضحة الحكاية واضحة. طيب واضحة. قول لهم. قول لهم. سبحانك اللهم وبحمدك. طبعا. ترد ما من مسلم يسلم علي الا رد الله الي روحي فارد عليه السلام. رد الي روحي يعني كانت روحه مش موجوده. ما هو ده برضه عايز يتفهم. احنا بنقول ان هو حي في قبر واحنا متاكدين من هذا. والله العظيم حي في قبر. اقسم بالله العظيم غير حانث ان النبي حي في قبر. شوفي قد ايه. طب امال ايه ده رد الي روحي دي؟ يعني رد الي انتباهي حيث اني مشغول بحضره الحق. فالنبي له حضور مع حضرة الحق يغيبه عن الأكوان. فلما يأتي إنسان يسلم عليه يرد الله لأنه رسول الخلق إلى الله فيقوم يسلم عليه يرد إليه روحه أي انتباهه. أنت نفسك مستعد ما تبقى سرحان في حاجة وبعدين تيجي تفاجأ كده تقوم يا ده أنا ردت فيا الروح. طب أنت كنت ميت؟ لا بس كنت إيه سرحان؟ سرحان في حاجة تانية. يبقى رد إليه روحي يعني رد إليه انتباهي إلى الخلق حيث كنت متوجعا إلى الحق. فسهلة واضحة الحكاية زي الشمس. ايوه انتوا ايه حكاية معا. ايوه طب ما احنا من زمان الكلام ده في التلفزيون كمان. قال التلفزيون ده يا ما هم المحور والحاجات دي بيحبوا يجيبوا ساعات ناس وهدية. ما ينسب يا سيدي خليهم يقولوا اللي يقولوه. اصل هقول لك حاجه ربك سبحانه وتعالى ما يبرش حاجه. اللي يبعد يبعد واللي يجي يجي. مش في اغنيه بيقول لك يجي ما يجيش ما يهمنيش. انا هفهمك حاجه. اللي ربنا يريد ليه الحق والله لو شوشوا عليه مئات التشويش لا يتاثر لان ربنا يريد بالخير. واللي ربنا يريد بالضلال من غير ما يسمع التلفزيون بيبقى ضلال. فسيب الامر لله. ربنا اراد ان يثير هذه الشبهات في اذهان الناس ليميز الخبيث من الطيب بس. لكن الحكايه واضحه واضحه خالص والرد عليها واضح وترد عليها وتالفت مؤلفات سهله يعني. ما هو الشيخ يوسف البدري ده وهابي قديم ما معروف وهابي قديم وربنا حجبه عن فهم كلام الصوفيه لتجرؤه على الاولياء. ما خد بالك ان اللي يعادي الاولياء ربنا يحجبه من الفهم يوم يخليه مع ظاهر اللفظ. ادي كل الحكايه يا سيدي. احنا ما بنحبوش احنا ما بنكرهوش يا ابني. ده بالعكس ده الوهابيه دول فادونا جدا. ليه؟ جزاهم الله عنا خير. لان هم اثاروا شبهات فجاءت الردود عليها براقه واضحه نفت كل شبهه عن هذا النبي الكريم ونفت كل شبهه عن الاولياء والصالحين. فلما كانت الشبهات مطموره في النفوس هم اثروها في الصخر مش كده؟ فترد عليها. يبقى هم اعانونا على اننا نزيل الغبار الكامن ولا ما اعانوناش؟ تبقى جزاهم الله خير ولا ما جزاهمش؟ جزاهم الله خير وهداهم الله وهم اخواننا نحبهم والله بنحبهم فهمتني ونصلي خلفهم ولكن هم اهل بدع والنبي هيشفع فيهم. النبي هيشفع فيهم. انا شفت واحد شاف رؤيا الرسول قال لهم انا هشفع فيه في الرؤيا لانه بيقول له يا رسول انا مش عايز اصلي وراهم خالص يا رسول الله. بيقول له محمد حب كده ما بقولش سيدنا محمد. ده الراجل عامل الكهرباء والله كنت جايبه يركب لي العداد في شقتي راجل طيب كده. فبيقول انا شفت النبي في الرؤية قال لي كده لان انا بقالي سنين كل ما ادخل جامع الاقي فيه الجماعة اللي ما بيقولوش سيدنا محمد ما بقدرش اصلي وراهم واصلي وحدي. فقام جاله الرسول في الرؤية قال له صلي خلفهم. قال له يا رسول الله ما بيقولوش سيدنا. قال له يا سيدي معلش وما يقدرش انا اشفع فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستوعب امته كلها. يستوعب امته كلها ورحمته للعالمين واسعه. وانت لازم تحب كل الناس وترى الانسان اللي اثار الشبهه ده ترى انه له فائده لانه هو لسان الحق. ربنا اراد ان يثير الشبهه حتى يجد الرد عليها. خد بالك هو ربنا اللي خلاه ينطق الشبهه علشان ينطق العالم الرب. يبقى ربنا اراد ان ينفي الخبث ولا لا؟ اراد ينفي الخبث بدل ما تفضل الشبهه كامنه في النفوس.
مش كده برضو؟ يبقى هما افادونا ولا ما افادوناش؟ كل اهل البدع افادوا اهل السنة لانهم اثاروا الشبهات كلها وجمع اهل السنة نفوا هذا الخبث كله. يبقى جزاهم الله خير ولا لا؟ جزاهم الله خير. هذه كل المسألة. يهدي الله لنوره من يشاء، فربنا يرحمنا ويرحمهم ويهدينا ويهديهم ويجعل قلوبنا تسع أمة النبي كلها شفقة ورحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسع الناس جميعا صلى الله عليه وسلم، وقال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع أخلاقنا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.